أسوان وتحت رعاية صاحب الفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نظمت الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية إدارة رعاية الطلاب احتفالية تحت عنوان الوطن في قلب الأزهر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور فضيلة الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية والعميد ماجد السعودي المستشار العسكري لمحافظة أسوان وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الآباء بالمنطقة وبمشاركة طلاب وطالبات الأزهر الشريف. والتفاصيل مع الزميل محمد حسن الزيدي. تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت منطقة أسوان الأزهرية احتفالية تحت عنوان الوطن في قلب الأزهر بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة وذكرى مولد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم احتفاء بنبي الرحمة والسلام، وذلك بحضور عدد من قيادات منطقة أسوان الأزهرية بأسوان ورجال الوعظ وبمشاركة طلاب وطالبات الأزهر الشريف. نقدم التهنئة للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكريات انتصارات أكتوبر وبميلاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني تعودنا في كل عام عن طريق إدارة رعاية الطلاب نحن نجتمع بأبنائنا وبناتنا ويكون معنا المستشار العسكري بمحافظة أسوان لإحياء هذه الذكرى المباركة، والهدف من ذلك نحن نريد أن نحدث أبناءنا وبناتنا عن قصة الكفاح ورحلة الصمود التي قامت بها القوات المسلحة حتى حقق الله تبارك وتعالى النصر، ونريد أن الطلاب والطالبات يستلهموا ما في هذه الرحلة من الصمود والكفاح ويتأثروا بذلك في دراستهم وفي أعمالهم وفي حياتهم أيضا في هذه الاحتفالية الآن تتواكب مع ذكرى ميلاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مناسبة طيبة أن نذكر أبناءنا وبناتنا بالنبي القائد، النبي القائد العسكري من الدرجة الأولى الذي تعلم منه جميع القادة وجميع العسكريون كيف يكون الصمود للوصول إلى الهدف وكيف تكون الإدارة العسكرية. تعلمت قواتنا المسلحة من هذه القيادة النبوية المباركة حتى حقق الله لمصر النصر. الاحتفالية تضمنت تلاوة آيات من الذكر الحكيم وتقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والشعرية في حب مصر، إضافة إلى تقديم الأناشيد والتواشيح الدينية والمدائح النبوية. في الحقيقة احتفال مزدوج، احتفال بميلاد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم واحتفال بنصر أكتوبر. أما إذا ما تحدثنا عن نصر أكتوبر، ما تحقق هذا النصر إلا بالجد والاجتهاد والإخلاص وحب الوطن، لأنهم بهذا نصروا الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله تبارك وتعالى في طاعته وفي عبادته وتمسكوا بكتابه وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص هذا الإنسان الذي يريد أن يعبد الله أو يريد أن يدخل في معركة مع الكفار والمشركين لابد أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. ثالثا أن يكون محبا لبلده أو وطنه. أما بالنسبة لميلاد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فيحق على كل إنسان أن يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم وأن يفرح بمولده، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من فرح بنا فرحنا به. والعبرة من الاحتفال أن نأخذ الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نأخذ الأسوة في طاعته لله عز وجل
نأخذ الأسوة في أخلاقه، نأخذ الأسوة في معاملاته لله تبارك وتعالى. كل تركيزنا في الأزهر أن احنا نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وهديه، بل أن هناك الكثير من المبادرات التي أقامها الأزهر لغرس هذه القيم وهذه الأخلاقيات، مثل مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، والتي وجدت صدى كبيرا ونجاحا كبيرا والحمد لله، وفزنا فيها بمركز متقدم على مستوى الجمهورية والحمد لله. ثانيا بالنسبة لنصر أكتوبر، فهو يوم الكرامة، يوم الكرامة سواء للمصريين أو للعالم العربي ككل والمواطن العربي، اللي أيادنا الله فيها بنصره وبالمؤمنين، وكانت نقطة تحول حتى يومنا هذا. في أي إنجاز نتحدث عن الانتقال من الإعجاز للإنجاز مستلهمين روح أكتوبر. احتفالات مصر بذكرى أكتوبر ترمي إلى استلهام روح أكتوبر في التنمية وترسيخ قيم حب الوطن والولاء والانتماء. من احتفالات منطقة أسوان الأزهرية بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف، كنت معكم محمد حسن عز الدين لقناة طيبة.